السلام عليكم ورحمة الله، معكم الأستاذ عبد الرحيم حطاب، مدرس لغة إنجليزية في منصة أستاذك دوت كوم. اليوم راح أعطيكم معلومة على السريع، الفرق بين where و which للمكان للplace. الكل بيعرف إنه المكان بأخذ where. بيجي طالب بيحكي يا أستاذ المكان عبارة عن مكان، هو شيء غير عاقل، فممكن يأخذ which. بحكي لك كلامك صحيح، طب كيف بدي أميز؟ تفضل معي. The Sahara Desert is in Africa. It's very hot. بيجي الطالب يطلع desert صحراء مكان. نفس المثال عدته بطريقة ثانية. Desert صحراء يعني مكان. بدأ تأخذ يا أستاذ يا وير يا ويتش. طب هما ما بيجوش مع بعض بالخيارات. لا غلطان، بيجوا مع بعض بالخيارات. طب كيف بدأ أميز؟ تفضل هاي ويتش وهاي وير. طلع كيف بتميز؟ تطلع بعد الفراغ مباشرة. إذا لقيت قبل الفراغ مباشرة مكان وبعد الفراغ مباشرة فيرب فعل السريع which، بيكون هذا المكان يتعرف كشيء غير عاقل كتعريف. إذا لقيت قبل الفراغ مكان وبعد الفراغ nomadic tribes مش فعل السريع where، بيكون قصدي عن المكان مكان. لقيت مكان وبعد الفراغ فعل which، مكان وبعد الفراغ مش فعل وير. هاي بكل بساطة بدون ما تترجم الفرق بين وير وويتش للمكان. أما واحد أنهالك الجملة بحرف جر عشان تصير بدل وير ويتش مثل إن ويتش، هذا مطلوب برا التوجيهي مش مطلوب جوا التوجيهي. وكان معك الأستاذ عبد الرحيم حطاب من منصة أستاذك دوت كوم. أنا مدرس لغة إنجليزية، والله يعطيكم العافية.